وبحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، حصل حزب العدالة والتنمية على 316 مقعدا برلمانيا، ما يفسح له مجال تشكيل الحكومة منفردا، بينما تمثلت المفاجأة بتراجع الأصوات التي حصدها حزب الحركة القومية إلى نصف ما حققه في انتخابات يونيو حزيران الماضي. خلافا لكل التوقعات، حزب العدالة والتنمية يفاجئ الشارع التركي من جديد بحصوله على 49% من أصوات تركيا، الأمر الذي يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، بينما حل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في المرتبة الثانية محافظا على أصواته التي حققها في الانتخابات الماضية. أما حزب الحركة القومية فقد فاجأ أنصاره بتراجع أصواته وحصده 40 مقعدا برلمانيا بعد أن كان بحوزته 80 مقعدا قبل 5 أشهر، في حين أن حزب الشعوب الديمقراطي تمكن من تخطي العتبة الانتخابية بصعوبة بعد أن تجاوزت نسبة أصواته 10%، مخصصا لمرشحيه 59 مقعدا، علما أنه كان قد حصل على 80 مقعدا في انتخابات يونيو حزيران الماضي.